كيف للشخص يعالج نفسه من الحسد أو العين في هذا الجانب؟ يعني وهل الحسد هو العين؟ تكرر سؤال في مسألة الحسد والعين. الحسد لا يلزم منه العين، فكم من إنسان عنده قدرة على كم إنسان يمتلئ قلبه بالحسد على الآخر لكن ما تصيب عينه، فالعين أمر زائد، حسد وزيادة، كراهية خير وزيادة على هذا اعتداء على الناس بإصابتهم بالعين والتعدي عليهم سواء في أنفسهم أو في أموالهم. أحسن الله الشيخ. طيب هل أذكار الصبح والمساء تعين على بعد عن الحسد والعين؟ كثرة ذكر الله عموما سواء في الصباح والمساء، بر الصلوات وسائر ما إلى ذلك، كل من أسباب التوقي للحسد. نعم عفوا فضيلة الشيخ، أحسن الله إليك في الدنيا والآخرة، وجعلك مباركا أينما كنت وحيثما كنت.